إذن حل مساء أمس بالجزائر الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لدولة النيجر السيد علي محمد لامين زين في زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام. وكان في استقباله بمطار هوري بومدين الدولي الوزير الأول ندير العربوي مرفوقا بوزراء الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الطاقة والمناجم محمد عرقاب، التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد صالح بن بيشة. في غمرة احتفاء الجزائر بمناسبتين خالدتين من تاريخها الزاخر بأروع صور المجد والبطولات، الذكرى المزدوجة لهجومات شمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، أكدت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الجديدة والمعنونة السليل الوفي والدرع القوي أن الجيش الوطني الشعبي متلاحم مع الشعب ويزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة، ويزداد تمرسا واقتدارا لما يتحلى به الضباط والجنود وكافة المنتسبين إليه من وطنية والتزام، مبرزة في الوقت ذاته أن الجيش الوطني الشعبي المتلاحم مع الشعب سيكون على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين كافة مراحل العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في جو يسوده الهدوء والسكينة. سجلت ولاية تيزي وزو إخماد عدة حرائق اندلعت بعدة قرى بالأربعة نتيراتان وبني دولا دون تسجيل خسائر بشرية بفضل تجنيد كافة وسائل الحماية المدنية البشرية والمادية، فيما تم الإبقاء على جهاز المكافحة في الميدان كإجراء وقائي بالنظر إلى الظروف المناخية غير الملائمة والمتمثلة في ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح. على مستوى بلدية الأربعاء نتيراتان قرية أيت فراح، خاصة فيما يخص إخماد عدة مواقد نار وحرائق غابات اندلعت منذ تقريبا يعني يوم أمس وبعد ومنذ يومين. طبعا عملية إخماد كانت متواصلة ليلا ونهارا بعدما جندت المديرية العامة للحماية المدنية إمكانية هائلة تمثلت في الأرتال المتنقلة للولاية المحلية تيزي وزو ورجلين متنقلين للوحدة الوطنية وتدريب التدخل، وكذا رجلين آخرين كان على مستوى البويرة وتيزي وزو تابعين للنعامة وولاية البيض. ضف إلى ذلك هناك الإمكانيات الجوية خاصة طائرات الآتي 802 كدعم لإمكانيات البرية. رانا نتاون لي بومبي نتاون لي زوتوريتي افا كيل بويس باسي دون لي رافا دي كونديسيون ان بو ديفيسيل. عطاهم لي جون تاعنا عاونوهم بليه. نعاونوهم في الماكلة والماء. الحمد لله شوفوا لي فولونتار لي جون الله يبارك وراهم تاع الحماية المدنية الجندرمري يسون تو سلا. وعن هذا الموضوع نربط الاتصال هاتفيا مع المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية نسيم برناوي. سيد برناوي، إلى أين وصلت جهود عملية إخماد النيران؟ صباح الخير. طبعا فيما يخص الجهود بداية رسالة مطمئنة، تقريبا كل الحرائق تم السيطرة عليها. طبعا يتم إذا نعتذر على هذا الخلل التقني. وفي ولاية بجاية الوضع أصبح متحكما فيه وتحت السيطرة حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية التي جندت جميع الوسائل البشرية والمادية للسيطرة على الحرائق التي عرفتها غابات أكفدو أدكار وبخليفة وتطويق رقع انتشارها. جهود إخماد الحرائق تدعمت بثماني مروحيات إطفاء مرفوقة بالأرتال المتنقلة لعدة ولايات. On a évacué un émarin, les maladies glaines susceptibles d'avoir des complications. Nous les avons évacués en premier lieu, par la suite c'est tout le village qui a été évacué. Nous avons évacué le village qui a été évacué.
ادينا عطيت الصحه كي يديروا حنا من البروتيكسيون سيفيل اما لي فوريستي اما لي سيتويان. جندنا وحاولنا اخلاء القريه، ما خلينا حتى مواطن في القريه، وهذا ما جعلنا نطمئن على كل سكان القريه. قول ما نقولنا رانا بكاي غد السفلى نقول دار السفلى السفلى نروح على تعروان نتعدت ولا تعروان قلنا رانا غدرتها. لا سيتياسيون لي جيرابل دونك نو افون ريسو دي مالاد surtout choc émotionnel mais il y a pas de brûlé de blessé. السلطات العليا للدوله وضعت تحت تصرف يعني التصرف هنا يعني كل الوسائل الضروريه لاخماد هذا النيران، والحمد لله بهذه الوسيله تاع كنادر الموجودين على مستوى مطار بجاية الذين ساعدوني يعني كثيرا في اخماد هذا النيران. في موضوع آخر، دانت الجزائر بأشد العبارات وببالغ القوة المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزال الذين التجأوا إلى مدرسة التابعين بغزة فرارا من آلة الموت والبطش التي تطاردهم وتزهق أرواحهم حتى وهم عاكفون على تأدية صلواتهم. هذا وأكدت الجزائر مجددا على حتمية تحرك المجتمع الدولي وتبنيه لموقف حازم وصارم يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من تدابير رضعية وعقابية، كما أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر في التمتع بحصانة مطلقة وتامة ليس فقط من المساءلة والمحاسبة بل من المحاكمة والمعاقبة عما اقترفه، ولا يزال من جرائم لا تعد ولا تحصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطينية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه 11 بعد 300، حيث قصف الاحتلال الليلة الماضية خان يونس ورفح جنوب القطاع، كما استشهد 5 في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في حي المراح، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوة الاحتلال. يحدث هذا في وقت كثف فيه الاحتلال من وتيرة اقتحاماته لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة. في الرياضة، تعود اليوم البعثة الجزائرية المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 بباريس إلى أرض الوطن والتي تضم الرياضيين المتوجين الأبطال. هذا واختتمت سهرة أمس النسخة 33 من الألعاب الأولمبية بباريس التي عرفت مشاركة جزائرية مميزة بحصد المركز 39 بمجموع ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية. وتقدم الوفد الرياضي الجزائري في مراسم حفل الاختتام البطلتان الأولمبيتان إيمان خليفة وكيليان مور والبطل جمال سجاتي. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وعودة إليك لميا وبرنامج هذا الصباح.